يا عمري يا إسراء، وين عايشة إسراء؟ تعالي مكياجيني. حلو صح؟ كيوت هيك شغل، مع إنه أنا ما بعرف أعمل هيك قصص، بس قلت بجرب. حطيت كاميرا وأنا عم بتمكياج، أنا كنت هيك طالعة اليوم، قلت بحط الكاميرا وأنا عم بتمكياج بشوف يعني بقطع اللقطات بشوف. فحبيت، ممتع ممتع إنه الواحد يعمل ريل ميك اب، صراحة ممتع الموضوع. أنا أصلي مو فلسطيني، أصلي من الجولان، ما بعرف يمكن نصي يكون فلسطيني، يمكن يكون أصلا أنا فلسطينية، يمكن. تعرفوا إنه في دي إن إيه تعملوه لحتى تعرفوا أصلكم الحقيقي من وين؟ بس أعمله رح صورلكم إياه. لا الجولان مو فلسطينية يا حبايبي، انتو تقبروني. ايهام ثانك يو. الجولان فوت على جوجل، خلص لا تحسسوني انه انا جوجل لازم اشرح لكم كل شيء. جولان اخيك، خلص كم مرة بدي احكي انا من سوريا؟ بس يعني انا خلص، اذا كانت هي فلسطينية ولا هي سورية انا بنبسط إذا كانت فلسطينية، بس يعني تاريخيا لا، هي كانت هضبة بسوريا وأخذوها الاحتلال، احتلوها يعني. طيب شو كمان؟ خلص حاضر، أنا جوجل تبعكم، تسألوني شو ما بدكم. حاضر حاضر. المنطقة الوحيدة المحررة، خلص ما تحكوا بهاي الأمور، ما بحب أحكي فيها على اللايف. ليش؟ لأنه أنا خلص، أنا أنا قدام أنتو بالتعليقات، بس أنا قدام الكاميرا، أنا مالي علاقة بهاي القصص، ما بحكي بهاي الأمور، عرفتوا؟ ما دخلني. تشيلو، أنا ما بعرف أعزف على التشيلو هذا اللي عندي، بس أنا أول كورونا جبت التشيلو، حتى إجاني هدية يعني عيد ميلادي، ولأنه كنت كتير مهووسة بالتشيلو بدي أتعلم على التشيلو، فبلشت أتعلم عليه، وبعدها إجت الكورونا، وبعدها وفيك ورجع يروح وناموا، فأنا لازم أدور على مشرفين هلأ بهذا الوقت يكونوا فايقين. المهم فكنت عم بلشت أتعلم عليه، وبعدين وقت إجت الكورونا وقفت لأنه سكرت المدارس وهيك، ورجعت رحت مع أنسة وما زبط إنه نتعلم سوا، هيك تعركست الأمور كتير إني أتعلم عليه، بس أنا كتير بحبه. رجعت جبت وقت الكورونا هيك عم جيب عم اتسلى، جبت انا كتير بحب الموسيقى، بحب اني اكون اعزف على شي آلة، جبت هاد الاوكوليلي بتعرفوه، هاي الآلة كيوت كتير، هيك اربع اوتار مثل الجيتار بس اربع اوتار بتكون. بعدين شو تعلمت شوي على الأورج كمان وقت الكورونا، يا عمري انتو ما فيني حط اي حدا مشرف، انا لازم اكون حدا كل يوم بيفوت بعرفه بتواصل معه، فاهمين؟ ما فيني هيك اي حدا حطه مشرف، صعب، فهمتوا؟ اوكي حط جودي مشرف.
حابين تسألوا عن الشيء قبل ما اروح؟ رح صور لكم فيديو ان شاء الله هاليومين، ورح صير غالبا الفيديوهات الجاية حتكون هيك شي، يعني عن انه انا غير الثياب ارسم عليهم، يعني مثلا الثياب يكونوا شكل لون شي بس انا غير شكلهم، خلي عليهم رسمة معينة او خليهم ستايلهم هيك بطريقة معينة. ف بحس انه حيكون حلو هيك. طيب يا حلوين، انا عن جد فرطت لانه اليوم خالص، انا يمكن افتح الصبح، اذا هلا رح اتنام دغري بقدر افتح الصبح او الظهر يعني. ف شوفوا على الانستا وقت اكتب وضلوا شيكوا وانتبهوا حالكم. عن جد شكرا لكل حدا كبس على الشاشة او شير او عمل كوبي للينك او عمل اي شيء. ايهم عن جد شكرا من قلبي، ثانك يو ايهم، عن جد شكرا. اليوم هيك فرحتوا لي قلبي، محمد ثانك يو، الله يسعدكم والله، كتير كتير بحبكم من قلبي. تبعوا حالكم، تبعوا حالكم منيح وكونوا بخير، الله يسعدكم ويوفقكم، وبحبكم كتير وناموا منيح. باي عمري انتو باي. والله ما بعرف يا راما روحي، ما بعرف يعني، رح شوف، بس شوفوا ضلوا انتبهوا على الستوري الانستا او باللايف يعني، تمام؟ تبعوا حالكم، باي عمري.